الحراس، وهذوما هما الحراس الكبار اللي تلقاهم مكرم المساوي. مكرم المساوي يساوب وسيم هلال. عبد الحق بن صالح يسجل، يراجع النادي الافريقي الا هدف واحد. 14-13، 16 دقيقة لعب. توا باش نبداو ندخلوا بشوية بشوية في الاوقات الحاسمة في المباراة، في الموني تايم. توا الغلطة جابر اليحيى وطارق جلوز يمشي يحاول يسدد مغلقة، مغلقة الزاوية كانت قدامه. العودة للدفاع بسرعة اللي حكى عليها نجيب بن سير، وهو التسرع اللي حكينا عليها قبيلة. قلنا مطالبة بمشي بالكرة من الترجي التونسي، لكن الحكام يقولوا فما خطأ قبل المشي بالكرة. لكن اسلام حسن ينجح اول هدف اسلام حسن في المباراة، ومعاه كبيرة برشا على مستوى النتيجة وعلى مستوى المعنويات ايضا للنادي الافريقي. حاول النادي الافريقي يرجع ويسجل بسرعة، وهذايا اللي صار. اسامة حسني يسجل ويرجع المباراة المستوى الى هدف واحد. الترجي النادي التونسي مازالوا 29 28 ثانية من حماد، ويفشل يحاول النادي الافريقي انه يسجل الهجوم هذا في اسرع وقت، والترجي مازال منقوص، لكن يرجع يكتمل الترجي التونسي ويسجل النادي الافريقي، وترجع المباراة لنقطة التعادل. مباراة جديدة تو. مراد ستار يطلع من الجناح ويسجل، خبرة كبيرة. جابر اليحيوي، حمدي عيسى، جابر اليحيوي تسديدة من تحت المدافعين ويتصدى مكرم المساوي. هذو التصديات اللي قلنا عندهم قيمة كبيرة برشا. يرجع يسري الغالي ويسجل. هذوما التصديات، علاش قلت قبيلة دور الحراس؟ كان الترجي باش يكون فايز بدقيقتين. يتصدى حراس المرمى، جابر اليحيوي يسدد، مش جيدة. عبد الحق بن صالح يمشي لأسامة المهدبي على مستوى الجناح وينجح، أسامة المهدبي. 18-18، يا مال 5 دقائق أخيرة باش نتبعوه. 18-18، 24 دقيقة 35. قبل التسديدة. حسام حمام، إصرار من جبل اليحيوي إنه يمشي هو بالكرة، وهجوم معاكس للنادي الإفريقي. أسامة حسني يمشي أسامة حسني ويعطي الفارق للنادي الإفريقي، أول فارق للنادي الإفريقي في الشوط الثاني. وثاني فارق في المباراة بعد ما كان خذ النادي الافريقي الفارق 8-7 في 20 دقيقة في الشوط الأول. 18 للترجي، 19 للنادي الافريقي. أول فارق للنادي الافريقي قبل 4 دقائق بالضبط على نهاية المباراة. الترجي توا هو اللي مطالب باش يزرب وباش يسرع في الهجوم، ومكرم المساوي على مرتين ممتاز برشا مكرم المساوي، لكن فما رمية 7 أمتار. وينجح حسام حمام. يمشيوا من وسط الدفاع، اصرار انهم يخسروا الكرات عكس ما قال لهم المدرب نتاعهم. وممتاز جدا قراءه اللعب من امين بن نور. يمشي هجوم معاكس ويسجل، يقرا الهجوم كما يلزم. كانت تمريره طويله من ايمن حماد، مشى تريره التمريره. نشوفوا كيفاش ياسين من ظهير الظهير، والنادي الافريقي اقرا الكره هذيا. تسديد يعني ما خرج حد. ايمن حميد يوزع طارق جلوز وينجح. النادي الافريقي رجع كامل. شوف الوسط فارغ في دفاع الترجي. ايمن حميد وهو وسيم هلال يتصدى، فما رمي من بنور مع وسيم هلال. ماتش كبير اليوم بين الزوج ملاعبيه هذوما، امين بنور ووسيم هلال. شكون بشكون الاسبقيه؟ يباغت امين بنور، يباغت وسيم هلال. 21-20 للنادي الافريقي قبل دقيقه ونص بالضبط على نهايه المباراه. كما قلت الترجي باش ينهي المباراه، سماح من الملاعبيه نتاعهم، وباش تكمل المباراه بخمسه ضد خمسه. تتواصل المباراة. اسلام حسن، حمزة المهاتبي، عبد الحق بن صالح، امين بن نور باش يحاول يكمل المباراة. النادي الافريقي أكيد في الهجوم ما يخرجش الكرة، ما يحاول باش ما يخسرش الكرة، باش يكمل المباراة منتصر وتنتهي المباراة. يظهر لي النادي الافريقي عرف في الوقت المناسب كيفاش يرجع في المباراة. سياسي صحيح انه في اختطف المباراة، النادي الافريقي اختطف المباراة وعرف كيفاش في اللحظة الأخيرة أنه ينجم يستحفظ على الكرة الأخرانية ويسجل هدف الانتصار ثم يحافظ عليه.
عليك سي ياسين باش نمشيو مع الاستجوابات الفوريه مع واحد من لاعبي النادي الافريقي. يسبق للمرشي كان شنو هي؟ ما عرفش. هيا به.